بكت المساجد بانتحاب، تشكو إلى الله المصاب. سمعت مؤذنها ينادي حيث قال: ابقوا ولا تأتوا وصلوا في الرحال. أين الشيوخ الطاعنون؟ أين اختفوا؟ أين الشباب؟ أين الكبار مع الصغار؟ أين أهلي والصحاب؟ أين الجموع من التقى؟ بل أين ربات الحجاب؟ أشباه عائشة التي من طهرها ماء السحاب. أين التلاوات التي تحلو كما الشهد المذاب؟ أين الجماعات التي لم تنس قلبا قد أناب؟ أين الدموع تحدرت من خاشع خوف الحساب؟ أين الدروس ونورها في فهم آيات الكتاب؟ أين الجمع؟ أين الخطب؟ أين الإمام؟ أين السؤال مع الجواب؟ أين الدعاء مضى ليفتح للإجابة ألف باب؟ الفجر جاء ولا أحد، أشكو إلى الله الصمد. الظهر جاء ولا حضور، فوضت لله الأمور. العصر جاء وليته ما قد أتى، يا رب هذا الصمت في إلى متى؟ قد جاء وقت المغرب، هل من مواس طيب؟ أتت العشاء فلا أمل، والله ذا خطب جلل. أشكو إلى الله المصير، وبعفو ربي أستجير. أنا في انتظار المؤمنين، في انتظار الراجعين. والله مؤنس وحشتي، وغدا يعود أحبتي، وغدا يعود أحبتي. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.